بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله جميعا في تكملة موضوع الهيموفلس. حنتكلم على الهيموفلس إيجيبتيس والهيموفلس ديكيوراي. أكيد حنتكلم عليهم. حنتكلم عن المورفولوجي بالنسبة للهيموفلس، حنعيده سريعا، وحنتكلم على الديزيز اللي بيعملوها، وحنتكلم على اللاب دياجنوسيس والتريتمنت. حنتكلم على المورفولوجي عند الكالشر. اكيد كلاهما جرام نيجاتيف كوكوباسيلاي بوليمورفيك موتايل كابسوليتد. الهيموفلس ديكيوراي نان كابسوليتد، وكي اكيد كلهم طبعا نان سبور فورمينج. الهيموفلس ايجيبتيس هي مثلها مثل الهيموفلس انفلونزي، وهي بالتاكيد ما دام مثلها مثل الهيموفلس انفلونزي عشان تنمو عاوزه الاكس والفي فاكتورز. لكن الهيموفلس ديكيوراي هي فقط عاوزه اكس فاكتور وما تحتاج للفي فاكتور خالص، وبالتالي حتنمو على البلد اجار. تعالوا نشوف اول واحده اللي هي الهيموفلس ايجيبتيس. الهيموفلس ايجيبتيس ده اكتشفها كوخ. كوخ ده هو واصحابه الالمان راحوا لمصر، لانه مصر في عام 1883 تخيلوا قبل قريب 140 سنه كان الكوليرا منتشره، فراحوا عشان موضوع الكوليرا. وهم في مصر كانوا ملاحظين عدد كبير من المصريين عندهم كونجكتيفايتس، فراحوا اخذوا سواب منهم. فكوخ شاف انه في باسيلس فسماها كده، سماها كوخ ويكس باسيلس، انهم جلسوا يعني اسابيع بيعملوها فسموها الاسابيع اللي اكتشفوا فيها الباسيلس. بعدها بعد سنتين سميت البكتيريا اللي هي الهيموفلس ايجيبتيس على اعتبار انها اكتشفت في مصر. وزي ما قلنا هي هيموفلس انفلونزي باي جروب، ونسميها الايجيبتيس، يعني بمعنى اخر انها نفس الجين حق الهيموفلس انفلونزي لكنها تختلف في البايوكيميكال رياكشن. بتعمل ديزيز اسمه اكيوت بيرولنت كونجكتيفايتس، ويسموه كده، يسموه البينك اي. وبرغم انه ديزيز لكن التريتمنت حقه كان سهل جدا، اللي هو التتراسايكلين اوينتمنت يعتبر هو دراج اوف تشويس. في ديزيز ثاني اكتشفوه فيما بعد انه في البرازيل يسموه كذا برازيليان بربريك فيفر، اللي بيصيب التشيلدرن، وهو حقيقه رير لكنه فيتال. تخيلوا الطفل اللي انصاب ويحصل له فيفر ويحصل بربرا ويحصل شوك ويحصل ديث. فذا بالنسبه للديزيز الثاني اللي بتعمله الهيموفلس ايجيبتيس اللي هو برازيليان بربريك فيفر. تعالوا نشوف الهيموفلس ديكيوراي. الهيموفلس ديكيوراي بتعمل ديزيز شهير جدا جدا اسمه تشانكرويد، واحنا من زمان لما نقول اويد معناها شبيه، فهو شبيه بحاجه اسمها تشانكر. التشانكر ده موجود في السيفلس اللي بتعمله بكتيريا تريبانوما بليدم اللي حنوصل له ان شاء الله فيما بعد. فالعلماء شافوا انه لانه السيفلس هو قديم جدا، فشافوا انه تشانكرويد يشبه التشانكر فسموه تشانكرويد. إذا هو شبيه بالشنكر اللي موجود في السيفلس اللي هنتكلم عليه إن شاء الله بإذن الله في المحاضرات القادمة. الهيموفلس ديكيوراي بالتأكيد زي ما قلنا عاوزة إكس فاكتور فقط عشان تنمو، ما تحتاج الفي فاكتور، وبالتالي حتنمو على البلد أجار. هذا الديزيز اللي هو تشانكرويد ينتقل سيكشوالي، وبالتالي البكتيريا دي بيساعدها انه درجة الحرارة والرطوبة الموجودة بتخلي البكتيريا يحصل لها الجروث، يحصل له رابدلي. فهذا واحدة من العوامل اللي بتخلي الجروث يحصل له رابدلي، انه درجة الحرارة بالاضافة الى الرطوبة. اللي بيحصل الاتي انه بيحصل في سمول ريد بابيول، تبدأ الامور بابيول، بعدها يتحول طبعا الى ألسر، وزي ما قلنا نسميه تشانكرويد اللي قلنا شبيه بالشانكر. فبالضبط يبدا كذا بابيول وبعدين يحصل له ألسريشن، وبهذا الشكل طبعا في الجينيتال تراكت حيحصل بابيول وبعدين حيحصل ألسريشن ونقول عليه شانكرويد. انكوبيشن بريد حقه من 3 الى 7 دايز. هنا النقطة المهمة في هذا الديزيز انه تخيلوا قريبة منه عملية الانجوينال لينف نود، فهيحصل له ميجريتنج الاورجانيزم الى الانجوينال لينف نود. فلو ما يوصل للانجوينال لينف نود هيعمل اكيد هيحصل سوولينج، وغير كذا هيحصل فاستيولا، هيكون في خراج، يعني هيتبعها بخراج. فبالتالي هذه واحدة من الكومبليكيشنز للشانكرويد. اذا الهيموفلس ديكيوراي ينتقل سكشوال ترانسميتد ديزيزز، هيعمل بنتريشن للسكن، اي مينور ابريشن هتعمل له بنتريشن.
بالاضافه زي ما قلنا درجه الحراره والرطوبه حتساعد ان الاورجانيزم يتكاثر بسرعه. بعد كده على طول حيتكون طبعا الانكوبيشن بيرد من 3 الى 7 دايز، حيتكون السمول والريد بابيول واللي يقول عليه شانكرويد، وبالتاكيد اكيد هو سوفت وهايلي بينفول، هايلي بينفول. فبعد كده طبعا حيحصل له ألسريشن، ومن هنا زي ما قلنا انه ممكن يحصل له ميجريتنج الى الانجوان الليمف نود، ويحصل ما نسميها بالسولينج انجوان الليمف نود، وبالتالي حيتبعها بالفاستولا. كيف نعمل له دايجنوستس الهيبولس ديكوراي؟ نعمل له دايجنوستس اكيد كلينيكالي بالشانكرويد كلينيكالي، فنقول ده شكله شانكرويد. لكن لو حبينا نتاكد نروح نعمل سواب من الليجن او ناخذ سيرم عشان نشوف الاجسام المضاده. من السواب حنشوف اللي هي جرام نيجاتيف كوكو باسيلاي. شفنا الجرام نيجاتيف كوكو باسيلاي، اذا مع المانيفستيشنز نقول دي شانكرويد. النقطة الثانية ممكن نعمل دايركت اميون فلوريسنت، يعني حناخذ الليجن وحنجيبه على سلايد وحنروح نجيب انتي بوديز مربوط بالفلوريسنت، اهو انتي بودي مربوط بالفلوريسنت. الانتي بودي ده سبيسيفيك للهيمفلس ديكوراي، فلو ارتبط واعطى الوميض الفلوريسنت اللي هو الابل جرين ابييرنس نقول اذا هذا الاورجانيزم هو الهيمفلس ديكوراي، وبالتالي الديزيز هو شانكرويد. او نعمل من الليجن نعمل نشوف هل الدي ان اي حتى الهيمفلس ديكوراي موجود، نعمله بالريال تايم بي سي ار. احنا قلنا ممكن نعمل كلتشر، ودي ممكن تنمو على البلاد اجار لانها محتاجه الاكس فاكتورز، لكن هذه الاشياء ممكن ما تحتاج نعمل الكلتشر، لكن ممكن تتعمل كلتشر على البلاد اجار وبعدين نشوف الكولوني ونشوف البايوكيميكال رياكشن. ممكن نعمل في السيرم نشوف الانتي بوديز، نعمل ديتكشن للاي جي جي او اي جي ام انتي بوديز باي الاليزا، وهذه ممكن تساعدنا في التشخيص. الان التريتمنت اند البريفنشن، الدراج اوف تشويس لها حقيقه ازيثروميسين يعتبر دراج اوف تشويس لها، او سيفترايكسون، سيفترايكسون يعتبر دراج اوف تشويس. البريفنشن هو قول الحق ولا تقرب الزنا انه كان فاحشه وساء سبيلا، هذا البريفنشن الحقيقه الوحيد له. كنت معكم في الهيمفلس اللي هو الديكوراي، وكمان تكلمنا عن الهيمفلس ايجيبتيس وتكلمنا عليها في المحاور التالية. شكرا جزيلا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.